اهلا وسهلا بكم الى منظمنا التالي. وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد متعدد الجنسيات بفتح فرع له في المملكة، فيما فوض وزير المالية للبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، في خطوة لافتة تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد تويجري أن الموافقة على الترخيص لستاندرد تشارترد له أبعاد عدة، بما يمثله من فرصة للمصارف العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيرا إلى أهمية انضمام المملكة أخيرا للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي. وأوضح التويجري أن هذا القرار يعكس جاذبية السوق السعودي، خصوصا في ظل الأبحاث العميقة والمعايير العالية التي تضعها المصارف العالمية للدخول في أسواق جديدة. دكتور محمد، إيش رأيك؟ يعني كيف شايف دخول هذا البنك؟ هل سيعزز من قدرات القطاع المصرفي في المملكة؟ طبعا بالمجمل أعتقد هو مؤشر على ثقة الاستثمارات الأجنبية في دخول السوق السعودية، وهذا حق يعطي وزن وثقل للمملكة العربية السعودية ولاقتصادها. هذا جانب. الجانب الآخر الحقيقة نقل مثل هذه الخبرات قد تفيد أيضا القطاع المالي والاقتصادي والبنكي في المملكة العربية السعودية. تنوع التعاطي في الجانب المالي أعتقد أنه قد يكون مفيد من وجهة نظري لقطاع المصارف أو القطاع المصرفي في المملكة العربية. كمواطن أنا أنظر إليه ربما من جانب آخر أيضا في قضية الخدمات التي ستقدمها مثل هذه البنوك لي كمواطن، سواء من قضية التمويل، نسبة الفوائد، إذا هناك تنوع بنوك محلية وربما خليجية، هناك بنوك خليجية موجودة فيه وأيضا بنوك دولية. أنا في المحصلة كمواطن ما الذي سأستفيد من ذلك؟ إذا كان هناك تنافس على خدمة العميل وتقديم خدمات أفضل فيما يتعلق بمثلا القروض العقارية، القروض الشخصية، تقليص نسبة الفوائد بما يتناسب مع، أقصد كل ما كان هناك تنافس إيجابي كل ما كان الفائدة أكبر لي كمواطن سعودي. ممتاز. محمد إيش تعليقك أنت؟ دلالات فتح مثل هذا البنك في المملكة. أولا أنا طبعا أنا أعتبره أنه فتح هذا البنك والترخيص له في المملكة الآن يعد من بين أبلغ الردود على المفوضية الأوروبية اللي وضعت المملكة على هذه القائمة. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه هذا البنك بالذات وبنوك مثله، يعني بنوك عريقة وكبيرة جدا في العالم، تختص بالمصرفية التمويلية للمشاريع الضخمة، وهذا مهم جدا في عهد المملكة الحالي. نعم. بناء على بناء هذه المشاريع هذا يقود المملكة لانضمام المؤشرات العالمية طبعا العالمية. نعم. هذه المصارف تمول تمويل كبير جدا للمشاريع الاستثمارية اللي احنا طبعا الآن عندنا منها ما شاء الله العشرات، يعني صحيح. الضخم الميجا بروجكت. فهذا الجانب مهم جدا، بالإضافة إلى ما ذكر الدكتور محمد من ما تتيحه هذه البنوك بخبراتها الطويلة من فرص للمواطنين. تعليقك يا دكتور على تأثير دخول مثل هذا البنك وهو بنك عريق على السوق السعودي؟ طبعا ستاندرد تشارتر محركها الرئيس في دخول السوق السعودي هو البحث عن فرص اقتصادية كبرى من خلال إصدار الصكوك، من خلال إصدار السندات، المشاريع التمويلية مع المؤسسات الحكومية. فهذا الجزء الرئيس له بي تو بي، بزنس لبزنس، فأعتقد أنه يجد فرصة كبرى سواء في مشاريع البحر الأحمر، في مشاريع الخصخصة القطاعات، في مشاريع نيوم. لذلك أنا أعتقد هي تعكس جاذبية الاقتصاد السعودي ومتانته لهكذا بنوك من العيار الثقيل والثقة فيه. ممتاز ممتاز. بسألك يا أخي محمد عن بصفتك قانوني، كيف تصف البيئة التشريعية في المملكة في مثل هذه الجوانب؟ طبعا انت تعرف انه هذه البنوك، طبعا اولا دخول البنك هذا دليل وظاهره صحيه ودليل زي ما قال الاخ محمد ورد على هذه المنظمات المسيسه.
رد قوي جدا. بالنسبة للبيئة التشريعية في المملكة حاليا هي من أفضل البيئات حقيقة، لا في موضوع الأتمتة ولا في موضوع الوضوح والشفافية، التي تجعل كل مستثمر سواء بنوك، البنوك في الأخير شركات ترى تهدف للربح يعني، فهي بنك، فمستحيل بنك بهذا الحجم يدخل المملكة اللي هو عارف حجم السعودية. أضف إلى ذلك أن الشيء المميز طالما الأمر قانوني أنه مجلس الوزراء فوض وزير المالية حاليا بافتتاح أي بنك، وأنا أسمع أنه الآن بنك هذا ليس بنك، هذا دولة عابرة للقارات اللي هو الـ HSBC سوف يدخل قريبا للمملكة. فهذا البنك يعني نص الشانزليزيه له يعني، إذا دخل المملكة هذا رد على أي بيع. صحيح، واضح. على فكرة موضوعنا الأخير بس هو اللي بنعلق عليه على السريع، أنه أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في السعودية بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية للتطوير مشروع البحر الأحمر، وهو أحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم. إيش تعليقك يا أستاذ محمد العصيمي؟ تعليقي أنا على مثل هذه المشاريع أنه طبعا مستقبلها بإصرارنا بإرادة القيادة بتفاؤل الناس مستقبلها كبير جدا. ما يهمني جدا في هذه المشاريع هو أنا أراها تؤثر في أرقام البطالة في المملكة. ممتاز. إيش تعليقك أنت على مشروع نيوم أيضا وما سيوفره من فرص وظيفية للسعوديين وذا وغيرهم، حتى مع أنه في اعتراض حصل كثير على تعليق وزير المالية بأنه يوفر فرص الجزء للأردنيين؟ لا طبيعي، هذا لأنه طبيعي حتى للمصريين، الجزء اللي داخل حدود الأردن طبيعي أن يكون مواطن. أنا عارف بس لنوضح هذه الفكرة. نعم. يعني وأنا أعتقد أنه سيوفر أيضا فرص وظيفية للأخوة المصريين. نعم صحيح. فيما يخص وللدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك أنا شخصيا أربطه بمشروع أكبر وهو تفعيل منطقة البحر الأحمر من قناة السويس شمالا إلى مضيق باب المندب جنوبا. هذه المنطقة موقع الاستراتيجي مهم جدا على الجانب التنموي الاقتصادي، هي التي الحقيقة تقودنا للوصول إلى كثير من دول العالم. منطقة استراتيجية حيوية، أربطها أيضا بالتوجه السعودي، لأن السعودية هي الأطول ساحل على البحر الأحمر بالكيان الذي أعلن قبل أشهر هنا في المملكة في الرياض قضية الدول المطلة على البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر وخليج عدن وأيضا القرن الأفريقي. هذه المنطقة هي مستقبل استثماري ضخم جدا. هذه المشاريع تمهد لما هو أكبر من ذلك بقضية سياحية، هذا جزء بسيط منها، لكن الجزء الأكبر هو أعتقد أنه مشاريع ضخمة جدا، ميجا بروجكت في منطقة البحر الأحمر، الوصول السهل إلى الشرق، إلى أفريقيا، إلى أوروبا عبر قناة السويس، وبالتالي نحن سنصل إلى منطقة حيوية من الدرجة الأولى في استضافة أيضا المواني في قضية توسيع المواني على البحر الأحمر، وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي للمملكة العربية والدول المطلة البحر الأحمر، خاصة أيضا الدول الإفريقية. أيضا أنا كمواطن ترى على فكرة مستعجل في هذه الجزئية بالذات، لأنه فرحاننا بمشروع الجدية، حنا نقول الجدية طبعا، ومشروع نيوم ومشروع جزر البحر الأحمر. أبغى أجرب أن أسافر داخل بلدي، أن أسوح في المملكة العربية السعودية. أنت وش تعليقك يا أستاذ؟ والله محمد أنا وباختصار الأخوان ما قصر، وأنا أقول تعليقي كل هذه المشاريع حقيقة أمور ترفع الرأس وحقيقة مبشرات لأجيالنا القادمة. وأنا أقولها في محاضرات سواء لأبناء الطلاب أو ذا، لما أشوف نبرة إحباط للأسف بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أقول ثقوا في بلدكم وبحول الله لن يبقى عاطل لو نفذت هذه المشاريع لا في المملكة ولا في جيران المملكة. فالدولة دائما نافعة للجميع. تعليقك على نيوم ولا على جزر البحر الأحمر؟ التعليق بنطلق من دعوتك كمواطن سعودي تبحث عن سياحة داخلية أو حتى سائح أجنبي. طبعا مشاريع البحر الأحمر أو لا، أنا لما قلت ذا لأني من باب أولى، أنا كسعودي دائما أسافر إلى خارج المملكة، أبغى هالمرة أسافر بالداخل. صحيح. مشاريع البحر الأحمر أو جزر البحر الأحمر السياحية مهم، مثل ما فيها بيكون فنادق 7 نجوم أو 5 نجوم، مهم أن تكون فيها مشاريع وجزر منخفضة التكاليف، يستطيع السائح الأوروبي والأمريكي والعربي ومن كافة المستويات
أن يستمتع بهذه وأن لا تكون في الواقع في مشاريع مكلفة اقتصادية تستدعي أنها تكون نخبوية. لأنك أنت عندما ترفع حجم هذه المشاريع وتكون جميعها سافن ستار سوف تكون تكاليفها مرتفعة، فالتنوع وأن تكون مناسبة لكافة الطبقات مهم. هذه المشاريع أكيد أنهم راعين هذه يفترض، فهذه المشاريع تتفق أيضا مع المشروع السياسي للمملكة وهو ودول المنطقة في إنشاء كيان الدول المطلة على البحر الأحمر، التعاون الاقتصادي الأمني العسكري، فبالتالي هي في الواقع تسد ثغرة اقتصادية وسياحية في هذه المنظومة القادمة. ولا ننسى جسر الملك سلمان بين المملكة العربية السعودية ومصر أيضا، وهو في الجانب التجاري بح بزنس، يعني بالدرجة الأولى نقل البضائع من القارة الآسيوية إلى القارة الأفريقية وإلى أوروبا. أنا أصلا خلص الوقت عندي، بقي لي أن أشكر ضيوف الكرام دكتور محمد السلمي، دكتور خالد الفرم، أستاذ محمد العصيمي، أستاذ محمد المقصودي. شكرا لكم، في أمان الله.